إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام علي يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه إطلالا كأنه البدر في ليلة تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اخترعه الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك قد حل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء يوم أبي اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأدحف عنهم الرجس وتحيرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يغرق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وأي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسوة فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا،
واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة، وحفظ بهم الملائكة، واستغفر الله من أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صاليا: يا علي، هو الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جام من شيتنا ومحبينا، فيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولو مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا، فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.